للأسف أنها تنتشر في الآونة الأخيرة يعني، وفي هذا الزمن كثير من الملابس، لا سيما ملابس الأطفال وأيضا ملابس النساء وربما حتى بعض القمصان للشباب أو التيشيرتات كما تسمى، يكثر فيها أن يكون عليها صورا، أن يكون عليها صور لذوات الأرواح، صور إما إنسان لبعض الأشخاص المشهورين أو غيرهم، أو ربما تكون أيضا صور لذوات أرواح حيوانات. المقصود بذوات الأرواح ما له روح مثل الحيوانات أو كذلك الإنسان. فهذه الملابس التي تكون عليها هذه الصور، إذا صلى فيها الإنسان هل يجوز أن يصلي فيها أم لا؟ الجواب أنه لا يجوز أن يصلي في ملابس تحمل صورا لذوات الأرواح، سواء كانت لصور هذه للحيوانات أو لبني آدم، أو كانت أيضا لرسوم كرتونية مرسومة رسما أو غيرها. فقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة ذات أعلام، فنظر إلى علمها، فلما قضى صلاته قال: اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم بن حذيفة وأتوني بأنبجانية فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. متفق، رواه مسلم. وعلى هذا فإنه لا يجوز لبس هذه الملابس أصلا، لبس هذه الملابس فيه نظر فلا يشرع لبسها، ولو وليس له أن يصلي فيها لو لبسها. فالملابس التي تكون فيها صور ذوات أرواح لا يشرع أن يصلي فيها، بل يمنع من الصلاة فيها. لكن هل لو صلى فيها الإنسان مثلا هل تصح صلاته أم تكون باطلة؟ نقول الصلاة صحيحة لكنها تصح مع الإثم إذا كان ذاكرا، فيحرم عليه أن يصلي بهذه الملابس حتى ينزعها عنه. فإن صلى فيها فصلاته صحيحة لكنه يأثم بلبسها أثناء الصلاة. نعم. نعم. رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات.